عشر مهبوره حالت ملغمه مش تفرج في اللمه ضحك وتفريك مش لغه بوليتيك لما عالميه ليله عالوطنيه كدايا سر مزيانه زعبي ايجا بحثانه فن وثقافه ما ننسوش الكوره الوطنيه اثنين قاعده يصير مهبوره فن وثقافه ما ننسوش الكوره الوطنيه اثنين قاعده يصير مهبوره You get money, they started hating. I woke up in a new Bugatti. 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 أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل تابعوا في اللمة تو بون ديبيوت سومين الناس الكل من الاثنين للخميس السبعة متاع العشية وفرحانة برشا باستقبال بحذايا زوز ضيوف معنا اليوم هنا الفهري ممثلة أهلا وسهلا ومرحبا بك عفوا ميرسي بوكو على الانفيتاسيون تدلل لله مرحبا في دارك عايشك 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 ومعنا كيف سي منظر العيادي شاعر غنائي أهلا وسهلا مرحبا مرحبا بك سما تحية ليك وتحية سادة المشاهدين يعيشك يخليكم هنا باش نبدا معها سي المنظر بعد اذنك بداياتك في عالم التمثيل حكينا شويه شويه كي حتى نوصلوا لنجوم الليل غادي اللي وين تعرفت فيه الدور وبعديك كملت مع سيتي العزيزه ما حكينا شويه البارتي الاولانيه بدايتي انا بلينا صغيره مغرومه نقول لهم نحب نولي ممثله نغني حاسه في الدومين شنو اللي خليك تغرم دونك نتفرج ياسر ونقرا ياسر قصص نتاع وقتها في المكتب وكل يعني اي قصه نقراها نحط روحي انا في الغول نتاع البرانسيس ولا في الغول اللي نقرا فيه مالا كيفاش دونك فوالا كبرت وما نعرفش كيفاش نولي نمثل بديت نسال دخلت سمعت اللي فما فورماسيون عند تافيق جبيلي في التياترو ستوديو وسمعت زيدا اللي فما عن طريق احمد الاندلسي نحب نقول له ميرسي بوكو هو اللي وراني لامبيا وقتها حسره دونك مشيت نعمل الكاستينغ نهز تصويرتي ونعدي حتى لين بديت خذوني قبلوني وقتها في حكايه العروي هذيك البدايه كانت ومن بعد بشويه بشويه عملت هكا دي سيكونس شوف لي حل مكتوب حيت ايميني بشويه بشويه فرحانه راني عامله جو عملت كور ميتراج بس انت ما كنتش ناوية انك تخدم معناتها تمثيل تعمل كارير نتاع ممثلة محترفة قبل بديت هواية انا كنت نحب نعمل ممثلة ما نعرفش كيفاش فهمت بالحق يعني نقول يا نحب نولي اكتريس ما كيفاش باش نعمل دونك كل لي با بشوية على الاقل هكا لقيت ثنية معناتها بالطرف كي البيبي يعني يكبر فهمت حتى وكيف نراوك هكا هنا تقول طفلة تيميد شوية معناتها وهكا مسكرة شوية على روحها ما كيفاش تاوي لك وغاش تمشي تدق البيبان وتقول لهم ولا نحب نعدي الكاستينج هذا وكل هي بون سي فري عندي يعني جيني في شخصيتي اللي انا حشيمة كيما عندي الحاجة اللي نحبها ما نسلمش فيها بيان وجامي نسلم يعني حلو هذايا عندي اوبجيكتيف دونك لازم نوصل دونك نحب نمثل في الحشمه لا حد شيء نمشي ونلوج ونخدم على روحي باش نوصل الحاجه اللي نحبها دونك باهي انت تعمل هندسه ديكور داخلي معناتها كيفاه خليت شويه معناتها فاش عاونك في القرايه والا صعبت عليك القرايه هذه حاجه اخرى من صغيره نحبها زيده نحب نمثل ومغرومه من صغيره نلعب ليجو ونلعب هكا ونحب نزين ديكور انتيريور معناتها فوالا ونعمل كبرت فيا يعني الحكايه نقول لهم دونك حاجات ماشيين اون باراليل بابا حطني وقتها قال لي اختار انفورماتيك ابليكي لا جيستيون قلت له نو عديت ثلاث سنين بطلت دخلت نقرا زيد القرايه اللي نحب عليها اي ربي سهل فيها ان شاء الله دونك قسيت ورجعت سنة تري بيان صحيح تكمل واصل وان شاء الله بالتوفيق ليك يا هنا دونك ما جاوبتنيش على سؤالي عاونتك عاونك التمثيل في حاجات والا قلقك في حاجات بارابور لقرايتك والا لا التمثيل في القرايه يمكن على الوقت اما التمثيل عاوني هنا الانسانه يعني خليني نفهم حاجات في روحي نداوي بيه ساعات فهمت تبدا عندك حاجات هكا في من داخل تداوي بيهم بالتمثيل دونك في القرايه يمكن اي صعوبات نغيب ساعات على خاطر التمثيل مي باهي يعني نزيدو نتعرفوا عليك اكثر نشوفوا البورتري هذا اللي كنتي راجعين لا لا لا
السلام على الوطن يا اثنين. ضيفتنا بدأت مسيرتها الفنية بأدوار صغيرة في مسلسل حياة وأماني للمخرج محمد العظبان، وفي سلسلة العروي عوج الدنيا للمخرج حبيب الجمني عام 2006، ثم شاركت في سيت كوم شوف لي حل عام 2008. ورحمة طنطان، من قبيلة نحكي عليك أنا ومدام زينب. عسلامة، مرحبا بيك. مرسي. أوه، قد ما نجي بكري انتي ما لحفتريش، سبقوني. وهات عفونا، هذه تابع شكون؟ الزيتش يا راجل، الزيتش، الشيب والعيب. ايه العيب ممكن، اما شيب وين ترافيه؟ شي مكفيهم مع الزيزة، هي طبعني. ضيفتنا هي ممثلة تونسية شابة وصاعدة، هي هناء الفهري. هنا تدرس هندسة المعمار الداخلي، لكنها تحب الفن وتعشق التمثيل، هذاك علاش شاركت في تربص تكويني مسرحي في تياترو ستوديو تحت إشراف المسرحي توفيق جبالي. انطلاقة هنا الحقيقية كانت مع نجوم الليل للمخرج مديح بالعيد من خلال دور إيناس. ما تجدش الحبس يا أخي، شو عملت أنت؟ ما عملت شيء. لازمك عملت حاجة مادامك سكت. إيناس بربي صايب خوك، شو مدخله هو ثوى؟ شو مدخله يا ماما؟ ولدك يعرف كل شيء وساكت، الطفل مستقبل تحطم جرة الأصحاب نتاعو. ميل فوا اش تي دي؟ ديجا في السواري نتاعك شفتني اش عملت معاه. اش بيك؟ اش تم؟ ولدك يعرف شكون حط الحرابش العميد وما يحبش يتكلم، قلت له علاش ساكت؟ قال خايف على روحه وعلى أيمن. ضيفتنا شفناها كذلك في نسيبتي العزيزة اثنين مع المرحوم سفيان الشعري في دور رحمة. وحضر لي الدوسي نتاع مرزاق الجزيري، العشية باش نعمل سجلوا كونتراتو. سيء، هاني حضرته لك. أبو يعطيك الصحة. سيبيا هي ما خسرتش. عارفي وي نجم ندلل عليك شوية. وي تفضل. والله حاشمة منك، مش عارفة نقول لك ولا لا. قول ميسيرش. عارفي نعرفي أنا مازلت كيف شديت الخدمة، ماذا بيا ناخو أفونس على شهريتي، كانت نجم بيان سيغ. هنا ما زالت تبحث عن بصمتها الخاصة في عالم الفن، وحبت الانتشار من خلال الأعمال المغاربية والعمل مع المخرج الليبي أسامة رزق في أضخم عمل درامي ليبي مع مجموعة من الفنانين كما هشام رستم في مسلسل دراغونوف، مسلسل يتحدث عن النظام السابق في ليبيا وعن فترة الثورة. ضيفتنا قدمت دور عبير الكاسح. ها شن تخبري؟ شن فكرتي؟ فكرت. وشن ردك؟ موافقة، بس في حاجة بنسألك عليها. أسألي حبيبتي، شن تبي تعرفي؟ يعني أنت قلتي لي بنت كل أسبوع وهذا الشيء صعب، يعني لو ما قدرتش نجيب واحدة في الأسبوع كيف يصير في خدمتنا؟ ما تخافيش، مش أنت بس اللي في المشروع هذا، في زوز بنات تانيات غيرك، وزي ما وعدتك 2000 ليكي على كل بنت تجيبيها، 10,000 البنت. حتى من غير ما تعطيهم فلوس حيجوا، وين قلت لكم معاه هذا شرف ليهم. من لا شرف. واشتغلت إلى جانب دراغونوف في عمل محلي في سلسلة هزلية طالع هابط، وتقمصت دور فيفي. أدا هنا عرفت تحسن من عمل إلى آخر رغم التجربة الصغيرة في عالم التمثيل. مسيرة فنانتنا ما زالت تتحسس في خطاها حتى تحقق مشاريعها وطموحاتها في هذا الميدان. من أول ما ركبت وانتي ساكتة لحس لمس. لا ما في شيء، جوي مش حلو. حضرت المباراة؟ لا، لكن قالولي ضيعت الريجولي. يا بنتي تخش الكافرة، معني لعبتها في البعيدة، لكن الحارس ولد كلب وجابها. خيرك تضحكي. سبل هدفش في الحين الليبيين غير في السبل. ضيعت الريجولي وضيعت الكاس، وجاي تقول لي لعبتها في البعيدة؟ انت خلاص ما عاد تنفع في الكورة، شوف لك لعبة تانية احسن لك. Merci
كيف عايش على البورتري هذا؟ عجب باش ديجا هنا عملت عليه كيف وان شاء الله تتلقاهم بعديك على الباج نتاعنا. لما تو انتم كان عندكم دي كومونتير ولا دي بروبوزيسيون ولا اي حاجه تنجموا تمشيوا للباج نتاعنا لما تو وتكتبوا لنا حويجه غاديك باهي. سي منذر قالت هنا التمثيل داوي حاجات فيها دونك اكيد معناتها كل فن كيما التمثيل معلش انا البانتور الفنون الكل الشعر اكيد باش يداوي حاجات اكيد الشعر سوسيال بوليتيك في العبد اي طبعا الشعر هو ساعه يحاكي الانسان ويحاكي المجتمع يحاكي الحياه بصفه عامه فهمتني وي. والشعر من قديم الزمان الشعر هو معناها لسان القبيله ثم اصبح لسان المجتمع فهمتني. بطبيعة الحال الشعر معناها نوع من أنواع الأدوية الأدوية النافعة مش حتى فهمتني. وبطبيعة الحال أمة بلا شعراء تقريبا ما تكونش أمة. والدليل على ذلك أنه مثلا نحن أبو القاسم الشابي ما شاء الله صورته وصلت حتى ولات في الأوراق النقدية وهذا أكبر دليل على قيمة الشعر وعايش معنا التو وعايش معنا التو طبعا. وفما العديد من الشعراء طبعا عندهم مكانتهم في تونس وفي العالم العربي فهمتني. 17 سي المنظر توا عندك تبارك الله أعمال متنوعة بين الشعر برامج تلفزية إذاعية معناتها حكينا على الإكسبيريونس هذايا تعرف معناها الحكاية ترجع عمرها تقريبا 16 متنوعة ومختلفة عليه متنوعة مختلفة لأنه أنا حبيتها تكون هكاك ما حبيتهاش تكون مش بالصدفة يعني لا مش بالصدفة معناها حبيت نحاول نوصل لقلوب الناس بشتى الطرق فهمتني. حبيت نكون متنوعة لأنه في اعتقادي أنه التنوع هو أسهل طريقة باش توصل للناس. ديجا أنا نكتب الفصحى ونكتب العامية معناها وقت ما نعمل أمسية شعرية نقرأ حساب اللي يحب الشعر بالعامية ونقرأ حساب اللي يحب الشعر بالفصحى. أيوة على هذه على خاطر ثم أنه خليني نكون صريح معك أنه إذا كان باش تعتمد على نفسك كشاعر فقط ما تنجمش لو توصل ما تعيش مثلا ما تنجمش تكون شاعر ما غير ما توصل عن طريق الموسيقى مثلا لأنه والدليل على ذلك أنه فما شعراء يعملوا دواوين ما شاء الله ولكن ما يعرفهم حتى حد. وفما شعراء ما عنده حتى ديوان تاع شعر ولكن معروف مثلا لأنه شعره وصل للموسيقى والفنان المؤمن. وهذا اللي عملته انت هذا هو اللي عملته هو عملت مع برشا اسماء معناتها في الغناء وعطيتهم الشعر نتاعك وضربت الغنيات. والله ضربت ما نعرفش ضربت ولا لا ولكن نحاول في عالم مع لطفي بوشناق زاد كيف معناها انا نحاول من خلال الكلمه اني نوصل مضامين انسانيه معناها زاد اذا كان انت تكون شاعر ومسؤول لأنه الكلمة مسؤول على الكلمة بيصير. مسؤول على الكلمة يعني مش معنى خاطرك شعر باش تكتب كل شيء باش تكتب أي حاجة تتقال ما لازمك تكتب حاجة توصل لقلوب الناس كما قلت لك. وإذا كان بطبيعة الحال يحبها الفنان الموسيقي يحب ذا لأنه باش تولي عندها أكثر جماهيرية الكلمة. فما حاجات حبيت تكتب عليهم وما نجمتش وقعدوا في قلبك خاطر تقول يمكن نجرح بالكلمة ولا فما حاجات قلتهم ومن بعديك هذاك دو ريكول تقول جوري با دو نعمل هكايا كاني بدلتها فماش والله يا شوف بالنسبة لي أنا اللي كاتبه مازال ما خرجش ربما أكثر من اللي كتبته وخرج. أيوا فسر لنا تو عليك. نفسر لك مثلا أنا تو كان ترجع لل 15 سنة كيفاش أنت حكيت عليهم. الفضل 17 يعود الفضل فيهم مثلا لزوجتي فهمتي زوجتي علاش تحيه لها بالمناسبه نجم نسلم عليها لانه وقت ما انا كنت نكتب كنت نخبي الشعر في تحت معناها تحت الفرش ولا نخبي في شكون يقراها اي نقول كتبت وكهو معناها يزي خليها غاديك بيني وبين روح اي فوالا. ولكن زوجتي عندما تفطنت للكتابات نتاعي قالت لي علاش هذوما من المفروض انهم يكونوا يخرجوا للوجود. ثم جاءت الخطوه اللي من بعدها خطوه الاديب الراحل بشير التلمودي اللي معناها نقول الله يرحمه ونقعد انا مدين الوفي له الشخص هذا اللي هو قدمني فعليا للساحه الادبيه والثقافيه وبدات خطوه تتلو خطوه بشويه بشويه وما فركستش على الانتشار ولا فركست على باش اسمي يتعرف. كنت في حد ذاتي نحاول باش اكون صادق في الكلام اللي نقول فيه وعندما يكون الانسان ولا الفنان بصفه عامه صادق فيما يقول بطبيعته راه باش الصدق نتاعو باش يوصل. داكور تري بيان بعديك شويه باش نرجعوا نحكيو معاك سي المنظر على خاطر انت هوني جاي باش تحكي على ان بروجي موجه للتريزوميك دونك نمشيو توا نزيدو نتعرفوا عليك اكثر في البورتري هذايا ونرجعوا نحكيو معاها هنا تفضل. من لم على الوطن اثنين الشعر هو متعته في الادب وراحته في التعب. علاقته بالشعر قديمه علاقة تعود إلى زمن الدراسة في معهد خزندار لتتواصل إلى اليوم.
ضيفنا هو الشاعر الغنائي ومؤلف برامج إذاعية وتلفزية منظر العيادي. منظر بدأت رحلته مع الشعر منذ 17 سنة، مشوار هام في هذا الميدان، مشوار مدين فيه الأستاذ والمرحوم البشير التلمودي. شاعرنا يكتب قصائد من رحم هذا الواقع، وتعامل مع مجموعة من الفنانين على غرار بهاء الكافي من خلال أغنية وطنية يا عالم، وعادل سلطان كتب له أغنية نجاة ولا تفزع وغيرها، أيضا نور الدين بن عايشة من خلال لحظة غضب وتحدى وغزة العصية وألم الرحيل ويا لحمامة باعوك. كتب كذلك لبلال الوسلاتي ألبوم فيه 6 أغاني، لحظة غضب، يا دار جيت نزورك، والحرية اللي حلمنا بها. حرية اللي حلمنا بها تحرمنا منها قداش، يظهر لي طلعت خطيها واحنا اللي ما فهمناهاش. حرية اللي حلمنا بها تحرمنا منها قداش، يظهر لي طلعت خطيها واحنا اللي ما فهمناهاش. واليوم دخل مشروع أغنية جديد مع الفنان لطفي بوشناق بعنوان أنا كيفك، موجهة للأطفال اللي عندهم مرض وراثي أو خلقي. شعرنا كتب في مواضيع هادفة، كتب عن الحب وعن التسامح وعن كافل اليتيم وعن الحرية، واليوم يستعد لإصدار أول ديوان شعري ليه، اختار له عنوان الشهباء. Encore une fois, merci Olfa pour le portrait هذه للسي منذر ونجح نحكي معاك هنا. انطلاقتك الحقيقية من نجوم الليل مسعي وقتها عندك دور مهم ولازمك توري فيه شنو سكوتا دون لي تريب معناتها. نجوم الليل سي فري كانت انطلاقتي الحقيقية، وقفوا معايا برشا عاونوني لاسيستون جميل نجار، عملت ديريكسيون داكتور عند سي فؤاد التيم، يعني نجوم الليل ان هو وقف معايا، مديح زاد وقتها بالعيد، يعني الكل لي زاكتور سي علي الخميري، كل يعني ليكيب كامل وقتها تي كومبلي عادة سي. احنا كنا نعملوا في دي بتي با بشويه بور سافيرمي، وفي فينالمون سي وصلنا للي حاشتنا بيه. اكزاكتومون، دونك خوفتك ليكسبيريونس، عطاتك مسؤوليه ولا معناتها خدمتها بنفس الطريقه اللي كنت تخدم بها لي بتي رول الاخرين؟ انا اي حاجه نعملها نخاف منها بالحق، يعني ياسر اكزيجونت خدمتي صغيره ولا كبيره، وعندي ريسبي بالحق للشيء اللي نعمل فيه، دونك اي حاجه حتى تبديش هكا سيكونس نخاف، دور كبير نخاف، دونك هكا تنجم تقدم. اي اي احكي لنا وبعد نجوم الليل عملت نسيبتي العزيزه زاد كيف كيف نجوم الليل 1 2 العام اللي بعده، ومن بعد كلمني سي صلاح الدين السيد وقتها تعرفت عليه شوف لي حل، ومن بعد عملت نسيبتي العزيزه، ومن بعد عملت بوز عام، رجعت نجوم الليل 4 العام اللي بعده، وبيناتهم عملت ديكور ميتراج ايوا كيما سلطان الكريم برحومه ضايع، عملت زيد نعمل نعاون اصحابي اللي يقراو سينما مثلا، يبدا عندهم بروجي فان ديتود ولا حاجه نحب باهي. انت كاينك مازال تلوش في سنيتك معناتها توا ماكش معناتها فماش شخصيه تحلم باش تعملها ومازال ما وصلتلهاش، شو تحب تعمل؟ اي حاجه بعيده على هنا، اي حاجه يعني فريمون تخليني دي رول كومبوزي، معناتها تحب حاجه تخرج فيك تبدل فيك بعد عبير الكاسح، يعني بعد هذايا اللي فهمنا منه شيء اللهجه كيفاش عملتها. استنى باش نحكيو عليها لو احنا من بعديك، معناتها عبير الكاسح باش نحكيو عليها التجربه معناتها في الفيلم الليبي. اما جوست اون كيستيون بور لو مومون، كيفاش عملت اللهجه؟ معناتها اللهجه ممثله كي سيناريو حفظته بالليبي، عاونوني برشا يعني ليبيين من المخرج من الممثلين والكل، وتعلمت باهي تري تري بيان. شنو هما لي رول اللي تحب تخدمهم؟ قلت لي قلت لك اي رول دي رول لي رول معناتها ما عندكش حاجه هكا حاجه تشبه لشنو؟ اي رول يخليني نحلم، يخليني نبعد على هنا، يخليني نعيش احاسيس اخرى بعيد عليا، يخليني نكتشف ما نعرفش عادات اخرين تقاليد اخرين، دونك اي تحب تعيش فيا الواحد نتاعها لي رول اللي تنجم تلقاهم في المسلسلات، فماش شخصيه قعدت فيك برشا وما تنجمش في ساعه تتخلص منها؟ يمكن شوي في
في تاع لهاب. في تاع لهاب ايوا. دونك عجبتني فيفي تنمو حبيتها، قعدت من بعد عندي ساعات نخرج لهم عرفت حاجات نتاع فيفي كيفاش تحكي كيفاش. وبورتون يعلموكم يقولوا لكم كيفاش معناتها معناتها نجم نتخلص من الايتيك نتاع تاع بيرسوناج نتاع. ساعات تعرف الايتيك يقعدوا فيك كيف قلت لك انا راه في ليدي وي. ساعات مثلا كيف تعيشك الشخصيه هذيك تولي حاجات يوليو فيك من غير ما تشعر، يعني تولي تقول يا خذيت وليت ما نعرفش انا كوراجوز شويه من عبير وليت هكا اكثر دلوله تاخذ من شخصيه اللي تلعبهم فهمت. ايوا دونك ما عادش انت هنا فما حاجات اكيد تبدل فيك من خلال لي بيرسوناج اللي في وسط المسلسل. كيما نقولوا هنا تزيد تزيد تولي تزيد تزيد تكبر تزيد تولي فهمت اكثر عمق، يعني شخصيتي ناخذها من الشخصيات اللي لعبتها. باش يقولوا لي شخصيه ايناس هي اكثر شخصيه باش تاثر فيك مش في مثلا. إيناس قريبت لي اما مش بالضبط. إيناس يمكن فرد فاسون نتاع كلام فرد صوت ما خدمتش عليها يعني في الصوت. اه داكور معناتها هي مانيش كيف جمله. بيه تري بيان. سي المنظر توا باش نحكيو على لو غران بروجي اللي يستنى فيكم ان شاء الله مع سي لطفي بوشنير غنيت انا كيفك. تحكي لنا في اي اطار البروجي هذايا وكيفاش نجموا بالغنيه هذايا نعاونوا لي تريزوميك ولا كيفاش نجم تكون لانسيرسيون نتاعهم اسهل يمكن في المجتمع. اي نعم انا ماذا بيا حتى كلمه ريزوميك ما نقولهاش ولكن يلزمنا نقولها باش خاطر الناس يعرفوا الكلمه هذه اكثر من اي كلمه اخرى اللي هي بالعربيه الاشخاص اللي عندهم تثلث صبغيه 21. على كل حال بحكم انا قربي من الاطفال هذوما يوميا تقريبا حسيت بهم وصفي كشاعر وكل شيء وقلت لما لا اني نكتب عليهم نكتب فيهم قصيده فهمتني. وهالقصيده هذه من خلالها نعبر على الاطفال سواء بنات او ذكور فهمتي اللي هما رافيهم انا ناس عاديين ما عندهم حتى راهم يقراو ينجموا يقراو ينجموا يوصلوا ينجموا يحققوا الاحلام نتاعهم ينجموا يحققوا امانيهم وكل شيء. ولكن طبعا نحن اونتر كيومي معناها المجتمع نتاعنا مازال ما يعرفش عليهم العديد من الاشياء ربما معناها حتى فما ناس حتى ربما تظلمهم فهمتني. على كل حال وقت ما حسيت بهم وكتبت الاقتراح طبعا جاء من الدكتور رضا مراد رئيس قسم الامراض الخلقيه والوراثيه اللي نحييه ونشكره بالمناسبه. تحيه لي. عجبته الفكره وقال لي تفضل معناها بوصفك كفنان اخدم على روحك في هالمشروع هذا لانه هو في نهايه الامر يعود بالنفع على الاطفال هذوما ونحسن المجتمع بهم. وبارك الله فيه يفتح القسم نتاعو للاطفال هذوما وحول معناها النهار اللي يجوا فيه الاطفال. ومن الجميل كان يفرهدهم هذايا معناتها انهم يتواصلوا. وانت تعرف ان اليد وحدها ما تصفقش لانه حتى كان هو مشروع ما ينجمش الواحد وحده معناها يقوم به. اتصلت بالفنان لطفي بوشناق معناها ما علاش هو علاش تحديدا هو مش حد يعني نعرف ان الكسوه هذيك نتاع الفنان. داكود معناها لو كان لطفي بوشناق مثلا قال لي راهو مثلا ناجلوها ولا عافيني منه ما نعطيها حتى حد يعني نعرف اللي لطفي بوشناق ما يرفضش بتاتا مثل هذه المواضيع ومثل هذه الكلمات. الحقيقه وهو تو في مصر فهمتني. وحبيت نشكر من خلال هذا العمل حبيت نشكر إدارة المستشفى المدام سعاد صدراوي زادة مشكورة. حبيت نشكر الشاد ليتزيري رئيس اللجنة الطبية مستشفى شرنيكور وكافة الأطباء بربي خليني نسميهم واحد واحد خاطر سي امبورتون. تفضل ما يسالش مادام هما يعملوا في الخير خطر ويحبوا يعاونوا الصغيرات هذوما ما فيها باس. الفكرة لو كان أنت تشوفهم كيفاش يتعاملوا مع الأطفال هذوما يوميا تحس أنهم بالحق قاعدين يقدموا في معناها سي امبورتون. هذاك هو نورمالمون دور الطبيب معناتها العادي أما يعطيهم الصحة ما يسالش. طبعا لأنه مش بالساهل ماهوش بالساهل. حبيت نشكر الدكتور رضا مراد، حبيت نشكر الدكتورة مديحة طرابلسي، الدكتورة إيناس الورتاني، الدكتورة ليلى قراوة، حبيت نشكر الدكتورة المدب فهمني. حبيت نشكر الدكتور فوزي معزول، ايضا حبيت نشكر المدام فاطمه اللي هي تخدم في خدمه جليله في البقعه هذه هي تعمل اورتوفونيست معناها ما تصورش قداش توسع بالها مع الصغيرات. مدام منى ديماسي الناظره نتاع القسم، مدام ابتسام الفرايجي وكل العاملين والفنيين والطبيبين نوجهوا لهم تحيه شكر وتقدير لاني انا شفتهم معناها عن كثب كيفاش يخدموا. تحيه للطاقم الطبي الكل وتحيه للمسؤولين في الاداره باش انهم يعاونوا على البروجي هذا. احكي لي توا على الرياكسيون نتاع الصغيرات. الرياكسيون نتاع
معناتها صغيرات تصور انت ايماجين معناها وقت ما صغيرات تقول لهم راهو عملنا غناء تتحدث عليكم وتعطيكم الكوراج وتعطيكم معناها الامل وراهو باش يغناها ويلحنها ويلحنها ويتلهى بها معناها الفنان لوتي بوشناغ سي با نامبورت كي الفنان لوتي بوشناغ معناها عنده اسم وفهمتي معناها تونسيا وعربيا وثانية بالاطفال ما تصورش انت مثلا نعطيك انا اخر مره وقت ما جاب حذاهم تصور انت معناها الوليدات جاوا لابسين ما شاء الله والبنيات مقربتين ولي بارون نتاعهم معناها الاولياء نتاعهم اللي هذا اهم من كل شيء معناها نشوفوا هذه التصويره الاولى معناها الشيء يعمل كيف اي نعم أي. من هنا بدات الحكايه والقصه فهمتي لي بارون نتاعهم فرحانين برشا برشا لانهم يحسوا ان اولادهم قادرين باش يعملوا حاجه. قداش عمرهم الصغيرات هذوما؟ الصغيرات تتراوح عمرهم بين 6 و10 و12 و13 سنه فهمتني؟ هذا يا سي لطفي اي فنان لطفي باش وعدهم طبعا باش يخرج منهم كورال حلو برشا وباش يعمل كليب باش يغنيو معاه معناتها اي هو ديجا من الكونتاكت الاولاني فما برشا وليدات اللي ما كانش يصفق ولا يصفق واللي ما كانش يرقص ولا يرقص معناها حاجه كوم كوا شوف الفن معناتها شنو ينجم يبدل في ربما يعطي فكره ربما حتى اهميه الموسيقى في علاج هالمستوى من معناها الميوزيكو تيرابي. يا اخي ما همش يفادك وقت هذا الدكتور شادي زيري وسي رضا مراد مشكورين معناها قاعدين يمدوا في يد المساعده للاطفال هذوما من خلال هذا العمل وقاعدين يثابروا باش يكون هالعمل هذا باذن الله ناجح بحول الله. بينيفولا هذا لطفي الفنان لطفي بوشناغ قاعدك تشوف فيه معناها كيفاش قاعد يفصل الصغيرات كيفاش قاعد يتفاعل معاهم. انا مية انا مية فهمتني؟ ريونيون اي هذوما جيرم الاطباء الناظره منى الدماسي قاعدين تعملوا شنو تحكيو شنو تحكيو والله نحكيو على المشروع بصفه عامه كيفاش باش ننجحوا كيفاش باش نكونوا اليد في اليد مع بعضنا فهمتني كيفاش باش تكون الافاق فهمتني هذا يا جماعه معناها الاطباء والممرضين والفنيين مشكورين يعطيهم الصحه باهي تخافوش كان صغيرات دكتور معزول حاليا حي وصي فوزي الله يهديهم زاد بارك الله فيه تخافوش قلت لك الصغيرات كي يستانسوا هكا هنا عملنا حويجه معناتها ايفينمون كبير هذا بالنسبه لهم معناتها يفا شونجي لو ريتم نتاع حتى حياتهم شويه. مدام فاطمه قالت لي الاورتوفونيست هذا سي لطفي قاعد هكا قاعد هنا قاعد معناها يعلم فيهم حتى في كيفيه النطق كيفاش كيفاش دكتور نويره نحييوه زاده هذوما قسم الامراض الخلقيه والوراثيه وهذه صوره جماعيه نحب نحيي من خلالها بربي اختي سي حمادي الترابلسي مشكور معناها فوتوغراف من اعلى طراز وقت ما سمعها بالحدث خذا المصوره نتاعو جاي يجري جاي غراتويتمون والله جاي غراتويتمون وخذاك الصور الانيقه ونحب من خلال هذا البرنامج نوجه له تحيه اللي تساهم معناتها في بروجي كيف ما هكايا والا غيره يعطيهم الف صحه خاطر سافيا دو كور وبقول تربي يوصل ان شاء الله للصغيرات هذوما معناها ما فما حتى معناها هما كيفنا ونحن كيفهم ما فما حتى داعي باش نسميهم تسميه اخرى ولا نحسبوهم معناها عندهم اختلاف معنا لا هما بشر ربي خلقهم علينا كان باش نتعايشوا معاهم ويتعايشوا معنا ونتعاونوا معناها وهذا هو غنية هذه غنية ليهم كيفاش الحكاية اي معناها سي لطفي كي حكينا في الموضوع قال لي انا معناها حكينا على سي لطفي غنى هذه غنية ليهم على الناس اللي تعاني ونساتهم الاغاني فهمني وقال لي هذه زاد وقال لي انا كيف هذه غنية ليهم معناها الناس هذوما نحن انا باش نعملوا لهم غنية ما نخليوهمش وما ننساوهمش باهي سيدي نسمعوا هذه غنية ليهم حاضرة مع الوطن يا لمدينا لو العرق يديهم ويذوبوك الشمع ويخفيوا الدمع على عيونها ديهم الناس اللي تعاني ونساتهم لغاني هذي غناية ليهم هذي غناية ليهم هذي غناية ليهم هذي غناية Thank you.
ميم سيمو يعيشوا بلقمة نظيفة ويصنعوا بخط ليفة 40 جنة حبيهم تملكهم بكليمة ويتمنى وديمة بعيدة أمانيهم الناس اللي تعاني وانساهم لغاني هذي غنى ياليهم هذي غنى ياليهم هذي غنى ياليهم هذي غنى ياليهم ويحلموا بالقمرة مرايا بين يديهم في آخر الحكاية تتكسر المرايا وما تحكيش عليهم الناس اللي تعان ونساتهم لغاني هذي غنى ياليهم هذي غنى ياليهم هذي غنى ياليهم هذي غنى ياليهم سالتينا سايف ميرسي انفينيمون شبيبه هذه اغنيه ليهم من عزمه تسمع معناتها ومازلنا عندنا حاجات مزينين باش نسمعهم الليله مازال فما شعر نتاع انا كيفك انا كيفك هذا شعر الاغنيه تتفضل تقراه لنا اي علاش لا تفضل الاغنيه اسمها انا كيفك تثبت في شكلي وهندامي يا اخي تشوف في حاجة عجيبة نتكلم تبهت في كلامي ما قلتش الغازة غريبة انا كيفك عندي لسان وعندي وذنين وعينين اسمي كيف اسمك مزيان مانيش تا 21 من حقي نقرا ونتعلم ونجيب العشرة على عشرة والناجح عمره ما يسلم يبني حياته حجرة حجرة نفرح بابا وتفرح امي كي يشوفوا البسمة على فمي التحدي يجري في دمي وما يفشلنيش النقصان أنا كيفك عندي لسان وعندي وذنين وعينين واسمي كيف اسمك مزيان مانيش تا 21 ساعة ساعة مضبية نغني غناية ونحكي حكاية مع أصحابي نلعب شوية أنا نجري وهما ورايا على شطك نرسم يا بحر مدينة وفيها أحلى قصر لحقت فيها ولا شر مع بعضنا نعيش وخيان أنا كيفك عندي لسان وعندي وذنين وعينين واسمي كيف اسمك مزيان مانيش تا 21 فرحان باللي اعطاني ربي وهذاك حكم المكتوب
تريزومي شنو ذنبي إذا ترى في شكلي عيوب؟ حاول تقرب مني أكثر، لا تقص علي وتتكبر، أنا موش جواب مسكر عاملني بلطف وحنان. أنا كيفك عندي لسان وعندي وذنين وعينين، واسمي كيف اسمك مزيان، مانيش تا 21 من الأخر أنا إنسان. عندي قلب وعندي إحساس، وما نرضى نفسي تتهان، نحب نكون كيف الناس، حلمي الناس الكل فرحانة، هو وهي أنت وأنا، الدنيا بينا مزيانة لحروبات ولا أحزان. أنا كيفك عندي لسان وعندي وذنين وعينين، واسمي كيف اسمك مزيان، مانيش تا 21. الله عليك، يعطيك الصحة. تري بو ميساج، رسالة شبيبة على الآخر، يعطيك الصحة فرانشمون دافواغ بونسي على سا. معناتها مش الناس الكل تخمم في معناتها في الأمراض ونحكيو عليها، وإن نحسوا بقيمة الصغير، معناتها معناتها من غير ما يكون مختلف، معناتها ياسر وندخلوه فيسع في المجتمع. ان شاء الله يكون دور كل مبدع انه يحسس. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ان شاء الله، وما احلاها كي يبدا الفن يحمل رساله، معناتها فيها مساج مزيان باش يوصل، باش نبدلوا بحاجه، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي يكون وصل للناس الكل. يعطيك الصحه اونكور اون فوا. هنا تجربتك في ليبيا مع دراغون مع دراغونوف، قلت لي الشخصيه اللي خليت بصمتها فيك، معناتها وحتى الكلام بيزار شويه ما يوصلش، اما سيب الصحيحه شكونهم لليبيه، معناتها خاطرك احنا توانسه صعيب شويه. كنت نسمع فهمت حاجه بالكدا انت؟ هو اللغه سي المنظر فهمت؟ والله فهمت شويه معناها، ولكن هي يعطيها الصحه زاد كي توصلت باش اللي هي توصلت، لانه مش لهجه صعيبه، وتقريبا هي عملت الشيء هذا في معناها في تنبك المشاكل وال هي في تنبك المشاكل وقتها. اما هي اللي باش نقول حاجه على اللغه الليبيه، قول قول. كيما تشبه لغه الجنوب، راهو عندنا شكون في الجنوب، يعني ريت كيف تسمعها ما هي شكل اللي صعيبة مفهومة. بربي الغيبليك متاع شو اسمها متاع البينالتي شنو اللي قلت عليها قبيلي، كيفاش عاود هيلنا عاود هيلنا كيفاش؟ ما تغرش كي عبير. ميسالش ضيعت الريقولي وجاي تقول لي لعبتها في البعيدة. أيوا فوالا فوالا سمعتوها البينالتي كيف تتقال، ضيعت الريقولي وجاي تقول لي بالتاليان. ما هما خاطر كلامهم اي على خاطر هما كانوا مستعمرين فوالا، احنا ريت احنا كيما البينالتي نقولوا هكا بالفرونسي، هما بالتاليان. دونك احنا انا بدي قديك قعدت بيتها في برشا كلام خاطر ما نعرفش الايطاليان، ما هو طلع كله بالتاليان. اما ريت تفهم، يعني ريت كيف تسمع ماهيش تركز معاها شويه. كل باهي، حكينا على اجواء التصوير كيفاش كان. جو تصوير شويه بون، ظروف كانت وقتها سي نورمال صعيبه شويه، ما هم الحق يعني وفرونا كل شيء. ما طلعت وجاعه معناتها؟ اي اكتشفت هذا في روحي ما باليش كوراجوس. اون بليس الحاجه الحلوه اللي كيب تكنيك توانسه الكل، يعني حتى فهمت كيما جو التصوير في تونس. المخرج زاده يعني المخرج محليه اون ديغي، ما فماش فرق تروحي مرتاحه معناتها، تروحي مرتاحه يعني الحق نتاع ربي، ما فماش فرق يعني يكون شي البلاد تصور في ليبيا ما كتصوير. شو وصل الدور يخلي فيك امبرانت، معناتها اكيد فما حاجه تبدلت. اول اقوى دور لعبته بالحق انا وقت اسامه، من انا ناحيه من كل شيء. ايوا وقت اسامه عيط لي قال لي هنا في تونس راهم مستنسين ديما ممثل يخلي فيك الاتيكيت، يمثل ديما ما عرفش يمثل يعني نفس نوع من الادوار. هو قال لي لا انا نراك في حاجه اخرى مختلفه، قال لي نعرفك باش تنجح فيها. وعرفت التحدي يعني، قال لي باش نعطيك دور شر ودور صعيب على الاخر. دونك هذاك اللي بدل فيا، فما حاجات ما نعرفهمش في روحي قعدت. حتى يعني ليكيب تكنيك توينسا يعرفوني قبل، قعدوا يغزروا هنا مين جبتوا الشر هذا الكل. فهمت. دونك و لو فات اللي انك تمثل في معناتها في فيلم ليبي باللهجه الليبيه نتاعهم في المسلسل باردون، ما خفتش معناتها؟ ميسي باش نقول حاجه يقبلوك والا لا، خاطر الاكسون مش هي بتات الطفله مش بالحق. ما نحب نوضح حاجه ساعه هنا الفهري، ما عنديش مشكله مع حتى بليد، يعني ريت تجيني مثلا مسلسل ولا غالي. لا 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 مش نحكيو على مشاكل مع بلدان، دخلنا في هذا نحكي لك على العباد تقبلك فاسيلمون، تقول بالحق تاتي انها تكون ليبيه بالحق والا تزيريه بالحق والا مصريه بالحق والا. لا خفت منه ديما هذا اللي خوفني برشا، وعمل يتخاك يعني بالحق خاطر ريسبونسابيلتي، اما نفرحوا بيك وعطاوك دور وكل من بعد جاوني شويه نقد يعني على اللهجه. ايوا احكي كيفاش يعني فما شكون قالوا مثلا فما ضعف في اللهجه بالنسبه
تونسية، وهذا عاد يعني نراه حتى فما ممثلين مثلا نراهم سوريين يمثلوا في مصر، زيادة فما ضعف اللهجة، يعني أول تجربة عادي باش يكون شوية ضعف. كان مثلا تعاود التجربة أخرى نعاود نزيد نخدم عليه ونحسن. إن شاء الله ربي يسهل بي. لو فات اللي أنت خدمت معناتها بين دراما وكوميديا، خاطر في نفس الوقت قاعدة وقت فر تصوير تونس، قلت لهم غزمو عندي في فين تفرهد بي تعب، خاطر يدور شر تروح حتى وجهك، وهي أون بليس عندها ليتيك نتاعها عرفت، ما يهمهاش يعني عندها ليتيك عينها ديما تتحرك، و يعني عندها في الليتيك في البيرسوناليتي نتاعها في وجهها كيفاش تبدا تعمل تعبني وكيفاش تبدا تصيح وتعيط وشريره، نحكي لك خبث شر. تو انت صوتك صغيرون قد هكا معناتها كيفاش تصيح بيه الصوت هذا؟ لا صحت صحت اي هذاك هو تمثيل تخرج حاجه ضرورة احكامك به في الـ 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 بعد لي روتومبي نتاع المسلسل كيفاش كانوا، شنو النقد الباهي شنو النقد الخايب شنو اللي جاك من وراه؟ هو صار برشا جدل على الدور، يعني فما برشا نقد كيما الشخصيه البيده، يعني حاجه جديده في الدراما الليبيه، المسلسل هو ككل حاجه جديده في الدراما الليبيه، فهم دونك عمل جدل. الشخصيه على اللغه فما ضعف اللغه، هذاك عمل فيسك تعرضت في 6 قنوات ليبيه، دونك في نسمه زايده تعدى في نسمه كبير والعباد الكل باش تعطيك على راسك فوالا. اما فما برشا حبوني الحق نتاع ربي، يعني وسورتو كيف كملوا للاخر خاطر الشخصيه باش فهموها لازم تكمل 14 كملوها من بعد يا وعبير ونحبوا عبير وعلاش هكا، خليت بصمه في ليبيا متعديه الشخصيه، يعني خليت ليبيا. قلت لي فما انكدوت اللي هما ولاو معناتها يهبطوا لك تصويرتك بون الشخصيه مش تاعك انت نتاع عبير ويكتبوا حاجات تاع فيك الاقوال الماثوره نتاع عبير يعني ما يسميوهم دونك يفدلكوا بهم في لي باج نتاع الفوت نتاع كيف صايب شنو؟ أنا معي الملايين مفردة معي الملايين من الأخرى، يعني حتى يبعثوا لي ساعات نوسع بالي ونقرأ، فما واحدة قالت لي أنت نجمة الفوتوشوب في ليبيا، شو معناها يعني يشدوا تصويرة يكتبوا ويحطوا وجهي ويكتبوا حاجة من اللي قالتهم عبير، خاطر عندها كلام داكوغ تخي بيان، صافي بليزيغ يعني يحفظوه ان شاء الله معناتها في فرص مخير، معناتها تلقى معناتها حسب التجربه هذه ما خوفتكش، وانت ديجا مشيت للتجربه مغربيه اخرى وعملت تجربه في معناتها في مسلسل مغربي ما عملتهاش في ما هيش تجربه مصريه، معناتها عباد الكل يمشيوا يتوجهوا نحو مصر ان شاء الله نخلط نقولوا السؤال ماشتك قلت لك قبيله ما يقلقنيش، يعني ريت تعطيني انا شكون يعني فرحانه تصور انا شكون قال يجي نهار باش نمثل شخصيه ليبيه دونك تقعد لي فهمت، نحب ما قلت لك نحب حاجه بعيده عليا كل ما تبعد كل ما وكيف حتى اللهجه ماهيش، معناتها انت ذولي امراه الصعاب تحب حاجه معناتها صعيبه شويه وتمشي قاعده نقول فيها ماذا بيا الادوار الصعيبه اللي فيهم تحديات ما يهمنيش فينا بلاد، المهم دور نحسه ما يقلقنيش، فهمت شنو البلاد شنو اللهجه نخدم عليها ونتعب وكان لازم يعني ما نرقدش فهمت باش صحيح اللهجة. صحيح باهي هكاك باهي واحد تقول لك بربي في العزيمه اللي عندها هناسي المنثر والله يعطي الصحه، معناها هي تتحدى وقاعده عندها اوبجيكتيف قاعده تخدم عليه وعندها هدف تحب توصل له، علاش لا؟ حاجة أخرى سمحت معايا زيدة ممثلين كبار، هشام رستم توين نحكي على توين سامش وسهير بن عمارة زيدة كيف يعني إذا حاجة حلوة خدمت معهم وتحدي في ثلاثة يعني وقتها كيفاش نقعد ونحكي باهي سمباتيك جو مزيان. قلت لي سي المنظر قبيلي فما دي ديتاي ما حكيناش فيهم بالنسبة للعرض اللي باش تعملوه، البروجي اللي باش تعملوه، وين باش تعمل العرض، قداش باش ياخذ وقت حتى يحضر، كيفاه معناتها لي ديتاي هذوما؟ لي ديتاي تو مبدئيا كيما قلت لك سيولات في بوشناق ماك تعرف عنده التزامات عديده وديما على سفر وفهمتي كذا، ولكن هو ماخذ الموضوع بجديه وبحماس وعد الوليدات هذوما باش يعمل لهم ان شاء الله كليب في القريب العاجل، بطبيعه الحال قاعد يمرن فيهم فهمتني على الـ على الـ على النطق وعلى كيف التعامل مع الاغنيه، اي ما شاء الله عليهم، اي ما شاء الله يعاودوا معاه في الاغاني فهمتي، هو تبارك الله عليه معناها عنده طريقه تواصل وتخاطب ما شاء الله عليه فهمتني، وفيما بعد بطبيعه الحال باش يعمل ينتقي ماك الاطفال هذوك معناها اللي راه هو ربما الاصلح والاجدر باش يكون حاضر في الكليب فهمتني، وهذا هو العمل. نحن معناها الهدف نتاعنا كما قلت لك
انا كيفك اغنيه تهتم بالاطفال حاملي الثلاث الصبغيه 21، ان شاء الله نحسوا معناها الناس باهميه هؤلاء الشريحه من المجتمع، فهمتي؟ ان شاء الله المجتمع المدني زاد يفيق بالناس هذوما ويقف معاهم، وعلاش لا نحن ندخلوا الفرحه على الاولياء نتاعهم ونحسوا الناس انهم راهم عاديين كما بقيه الناس الاخرين، فهمتني؟ وعندهم اهداف وعندهم احلام وعندهم امان ينجموا يحققوها، وما فما حتى ديفيرونس بينهم. باشا اموغ لازم الصغيرات هذوما، باشا اموغ كيف ما الصغار الكل دايوغ، ما فما حتى فرق من بيناتهم، واحنا زاد عندنا باشا حب الهناء. دلتك الفا المعده نتاع البرنامج باش تعدي لك هنايا، تحبها انت باغيتي الحب يتبدل يتجدد هنا. اي نحبها مع الوطن الاثنين.
حبيتك طفلة وبنية، حبيتك في صورة سبية، حبيتك طفلة وبنية، حبيتك في صورة سبية، حبيتك بنت العم بحر روحي والدم، حبيتك بنت العم بحر روحي والدم. كانت الأغنية اللي تحبها برشا هنا وعلاش هي بالذات مثلا مش حاجة أخرى؟ ذكرني بطفولتي، يعني كنت نسمع ياسر ستي جويني، أنا بون نسمع غوك وما نتبعش ياسر بالعربي، بنحب المغنيين التوانسة نتاعنا القدم. وريحة قهوة عربي، واحد كيف يقوم يسمع أغنية هكا وإلا فيروز زادة. فيروز أي عبد الحليم. يا حسر تو ما عاد شكل ال ما عادش انا عامله سيدي نوستالجيك مشاو على يا حسره ايه. عامله سيدي فيروز ساعات صباح هكا نحب نحطه هكا انترنت سي بون اعمل غوشيرش وقاب ساعه تنجم تسمعها. احنا الوقت نتاعنا وفيه، ميرسي على حضوركم معنا الليله، ميرسي انفينيمون. شنو مازال عندك تحضر فيه ان شاء الله بروجي جديد؟ كان فما عندي بروجي جديد خليه في ربي ونوعدك تو كيف قلت ربي توعدني ترجع هوني ان شاء الله. قلت ربي بالتوفيق ليك يا هنا. عايشك. سي المنظر الجديد نتاعك هو ديوان جديد، هو بطبيعه الحال على المستوى المشروع الغنائي هذا اللي حكينا فيه انا كيفك مع الفنان الكبير في بوشناق. ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله يا ربي. وعندي ان شاء الله ديوان الشهبات تقديم الاديب الكبير والناقد توفيق بكر ان شاء الله في الايام معناها في الاسابيع المقبله ان شاء الله بحول الله. به ما نقراوش منه شويه ميساج اذا كان يسمح الوقت نقرا. اي نجمو هاي. يسمح الوقت يسمح تفضل نقرا قصيده الشهباء في الحديقه. اوكي هذه الوالده الله يرحمها. اي الله يرحمها. تقول هناك هناك في الحديقه حيث البنفسجه الحزينه والاقحوانه الرشيقه
في ظلال شجرة التفاح كانت الشهباء أمي تجلس على كرسيها كل صباح. كنت أراها من حيث لا تراني، من فتحة خفية في باب البيت، تضع على ركبتيها صحنا ثم تتخفى بالغصون لكي تغمس كسرة الخبز في زيت الزيتون. وكم كان يحلو لها على تغريد العندليب ترشف قهوتها اللذيذة، قهوة الحليب. وقتاش ان شاء الله يتم اصدار الديوان هذايا؟ كيفاش؟ وقتاش تصدر؟ ان شاء الله ان شاء الله في اقرب فرصه نعلو عليه وتكون عندك انت الفرصه زاده باش ان شاء الله. مرحبا بك زاده هوني بحذانا دار داركم، ترجعونا وقت اللي تحب. كيف فما جديد معليكم كان تقولوا لنا كهو. مرحبا بكم، ميرسي انكور اون فوا على حضوركم، وتوا نقول لكم باي باي على خير، يا دوما ان شاء الله في 7 نتاع العشيه كالعاده. فما ننسى وش الكورة الوطن الاثنين قاعدة يصير مغولة، فن وثقافة وما ننسى وش الكورة الوطن الاثنين قاعدة يصير مغولة. نحالك ملغمة يجي تفرج في اللمة، ضحك وتفريك مش لغة بوليتيك، لما عالمية ليلة عالوطنية قاعدة يصير مزيانة، صعب يجي بحضانة. فن وثقافة وما ننسى وش الكورة الوطن الاثنين.